السلام عليكم متتابعي ومتتبعات قناه شافها شمس كاينه. الفيديو ديال اليوم غادي يكون واحد البلا في الفران ديال الدجاج، واحد البلا سريع. يعني هذه في حاله ما طلعت لك المرقه في راسك صافي ما بقيتي عارفه ما ديري، غادي نصاوبوا هذا البلا. هذا غادي نحتاجوا ليه الدجاج بطبيعه الحال. هنا الدجاج يعني ما نقول لكمش الكميه على حساب نتوما شحال ديال الناس، انا هنا خديت نص دجاجه على حساب جوج الناس. وفي العطريه ما غاديش نحتاج بزاف د الحوايج، غادي نحتاج الثومه، دامه ديال الزعفران، والبزار، والموطارد. يعني غادي نمارينيه غير بحال قلتي بالموطارد والثومه، هي اللي غادي تكون الكميه ديالو كثيره. وهنا القزبر ومعدنوس حتى هو كميه كثيره شويه صافي. وعندي هنايا بصلات، تقريبا درت هنا ثلاثه ديال البصلات مويان، قطعتهم هكا دوائر. وغادي نحتاج الزيت البلديه صافي. هادو هما المكونات اللي غادي نحتاج. غادي نبدا اول حاجه بالربيع، قزبر ومعدنوس غادي نهشيه، هنا ما درت العطريه لا والو. ولا لاحظتوا راه حتى الملح ما كايناش، علاش؟ لان سميتو الدجاج انا ديجا عندي مالح، يعني كنغسلو بالملح، داكشي علاش ما كنديرش الملح. ملي كنطيب الدجاج ما كنديرش الملح صافي، اكتفيت غير بالملوحه ديال الموطارد، يعني الموطارد راه ديجا مالح، الموطارد مالح. ديك الضامه ديال الزعفران حتى هي راها مالحه هنا. غادي نهشيه، ولكن ماشي رقيق، نخليه شويه باين. ما غاديش هنا ما غاديش نهشي بزاف حيت مازال غادي نعاود نميكسيه. سيبون، دابا غادي ناخد انا هنا غادي نميكسي كلشي. من الاحسن غادي ناخد هنا الثومه، البزار، الموطارد. غادي نزيد عليهم داك الربيع اللي هشيت. غادي نزيد زيت البلدية، غادي نميكسي هادشي كامل. هنا غادي ناخد اللاطه اللي غادي ندخل الفران، وغادي نستف فيها هذيك البصله اللي قطعت دواوي. غادي نحاول نوسع باش يقبلني. هنايا غادي نزيد واحد الدواره باش غادي تكمل ليا الدوره كامل. انا كنشاطت ليا البصله وخليتها، قلت صافي راه زعما كافي يعني سي بون. دابا مزيان نكمل الدوره ديال الصينيه بحال هكا كامله. دابا غادي ناخذ الدجاجه ديالي،
ديك نص الدجاجه ديالي ماشي دجاجه، حيت حنا انا هنا درت حساب ديال جوج ديال الناس. غادي ناخذ هنا وغادي نحاول نفلح هذاك السدر بحال هكا، بقى انا عندي بقى مكونش ليه شويه الشكل هذا. دابا غادي ناخذ ديك لا مارينا ديال الصوص وغادي نبدا الماريني الدجاج هنايا داخل، نعمرو بديك لا مارينات هكا. نعمر ما بين الصدر عاد ملي نسالي ندهن ملي فوق. حرك شو كيجي على هذا الشكل هذا، نحطو في النور وندهن الطرف الاخر ديال الفخذ حتى هو حليناه بحال هكا. ندهن من الجهة الأخرى غادي نحطو حتى هو في المول. دابا غادي ندوزو ناخدو هاد لاماريناد هادي اللي كانت بقات لينا هنايا، باقي ليا خليت شوية، غادي نزيد فيها سوا صوص طوماط سوا طوماط كونسونطري. غادي ناخد هنايا طوماط كونسونطري، يعني مطيشة ليا بحب، غندير غادي نزيد شوية بحال هكا، يعني بحال قلتي معلقة معمرهاش، معلقة صغيرة تقريبا، هادي معلقة صغيرة. غادي نزيد معاها شوية ديال الماء، غادي نبغي بحال غنصاوب شي صوص طوماط. وانا غنصاوب كيجي على هاد الشكل هذا، دابا غادي ناخذ البلا ديالي وغادي ندير داك لاصوص في البصله، ولكن ما غاديش نخويه على البصله كامل، غادي نخوي هكا على وحده وغادي ننقز وحده ونمشي للاخرى. يعني بغيتو ديروا البصله كامله ديروها، انا غير باش يبان لي الديكور مبدل، يبان داك لو بلا شويه مستيري، درت هكا يعني درت وحده ونقصت وحده باش يعطي داك الديكور زوين. صافي بحال هذا الشكل هذا، غادي نزيدو هاد لاصوص اللي بقى نزيدو على دوك البلايص اللي ما عامرينش.
فوالا دابا غادي نغطي لو بلا ديالي بالبابي الومنيوم ونخشيه في الفران يطيب صافي. نقدروا نرافقو بالبطاطا فريت ولا باي حاجه. غادي قبل غادي ناخذ واحد شويه ديال زيت البلديه، ندير واحد شويه من الفوق، نديرو على البلا كامل. فوالا بحال هكا صافي. غادي ندير نغطي لو بلا ديالي بالبابي الومنيوم وغادي نديرو في الفران يطيب درجه حراره 180. غادي نشعل الفران الفوق والتحت وغادي نديرو الوسط صافي. ملي غادي نشوف الدجاج ديالي طاب ليا ما غادي ندير لا ما لا والو. هذيك البصله غادي تطلق الماء وديجا غادي نغطي غير عرق غير يطلق الماء، ما غندير لا ما لا حتى شي حاجه. قلنا غادي نشعل الفران الفوق والتحت درجه حراره 180 وملي يطيب الدجاج ديالنا غادي نوريكم الشكل النهائي ديالو كيفاش كيجي. وفوالا الشكل النهائي ديال لو بلا ديالنا تيجي على هذا الشكل، هذا ديال الدجاج في الفران. عرفتي كيجي زبده، تيجي طايب مزيان وكيف قلت لكم ما تزيدوا حتى شي نقطه ديال الماء، غير ديك البصله غادي تطلق الماء. وانايا كنت ملي عريت عليها ملي طاب لي الدجاج صافي بغيت نطفي عليه لقيت بلي البلا مازال فيه الماء وصافي عريت وحيت البابي الومنيوم وخليته يوكح باش يجيني بحال هكا، يعني ديك المريقه خاطره غير ديك البصيله وداك لاصوص. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كانت معكم شيف هاشم سكينه، نتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم.